أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بيكم، وإن شاء الله نبدأ مع بعض محاضرة أرجو إن تكون مفيدة للجميع بإذن الله، وأرجو إن إحنا نقدر نلقي بعض الضوء على مفهوم التنمية المستدامة وإيه هي أهداف التنمية المستدامة اللي العالم كله شغال عليها دلوقتي، ونشوف الكلام ده كتطبيق من تطبيقات التنمية المستدامة على بقعة من بقاع مصر الغالية. أرجو إن يكون الطرح يتواءم مع المفهوم اللي عايزين نوصل له، وإزاي نقدر نتفاعل معاه، وإزاي يكون له دور فعال لإعلاء أهداف التنمية المستدامة على مستوى على مستويات جميعاً الوطن العربي وعموما ومصر على الخصوص. بداية كده لما نيجي نتكلم على التنمية المستدامة والتنمية الحضرية، أي مجتمع عمراني، أي مجتمع له توجه إنه يبقى في مفهوم حضاري عالي بيبتدي يخش على مفاهيم التنمية المستدامة بصفة عامة، وده بقت توجه عالمي. كان في الأول يعني إرهاصاته كانت إرهاصات ما هياش قوية، يمكن الكلام اللي احنا كنا في مرة عرضناه عن العمارة الخضراء والعمارة البيئية، كنا بنطرح فيها مفهوم التدرج اللي حصل في المجتمعات عشان تصل إلى هذه المفاهيم المستحدثة، لأن في العمر المفاهيم دي كلها لم تكن من قبل موجودة، لكن كانت المجتمعات بتشتغل بيها بدون ما يتحط لها أسامي وشعارات. ويمكن حتى مفهوم كلمة التنمية والاستدامة يمكن ظهوره كان سنة 87 1987 في القرن الماضي، وده كان بيتكلم على التأثير النمو الاقتصادي الزيادة قوي وتأثير الجلوباليزيشن أو العولمة على المجتمعات. فهل التأثيرات دي كان محتاج إن يتوضح فيها ما هي الآثار السلبية لهذا النمو الاقتصادي والعولمة؟ وهل الآثار السلبية دي يعني إيه مفهوم كلمة الآثار السلبية؟ يعني النمو الاقتصادي للدول كان بيعتمد على إنه يعلي مثلا مفاهيم الصناعة أو حتى مفاهيم الزراعة. فمفاهيم الصناعة لم يكن المجتمعات تعي إن الصناعة كانت أحد الأسباب الرئيسية كأسباب سلبية للتأثير على استدامة الحياة والحضر والمجتمعات بصفة عامة. وهنا كان لازم يطلع فيها تركيز أكتر من المجتمعات ومن الأفراد علشان يستوعبوا إن التنمية المستدامة لها تأثير كبير جدا على التنمية الاقتصادية في أي دولة. وطبعا تفاعلات المجتمعات كانت بتبقى الأثر فيها إما إنه عن طريق الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية، ثم الشركات أو الهيئات الربحية والغير يعني والغير هادفة للربح، ثم الأفراد. لكن بيعلى قوي قوي المفاهيم دي هي إنها تبقى مؤكدة وموثقة لما تكون خارجة من هيئات ومنظمات دولية. وهنا يظهر التقرير اللي اتعمل سنة 2007 كان اسمه مستقبلنا المشترك، وده كانت عاملاه لجنة من لجان الأمم المتحدة اسمه اللجنة العالمية للتنمية والبيئة، وبيظهر فيها إعلاء قيمة التنمية المستدامة، مفهوم كلمة التنمية المستدامة. وده كانت بدايات الكلام بقى على أساس إن إحنا نقول والله إن إحنا عايزين نوصل للمجتمع الدولي كله مفاهيم التنمية المستدامة بصفة عامة، وإزاي إنها تبقى ليها تأثير على مستوى المجتمعات في كل قطر وفي كل بلد. وعلشان تبقى العملية أكثر يعني دخولا في العمق،
ابتدى يبقى التنمية الحضرية أو التنمية المستدامة بصفة عامة ابتدت توجد لها أسباب رئيسية وقوية علشان يبتدي المجتمعات تاخد بالها منها. فابتدت تتحط كل السلبيات اللي موجودة في المجتمعات، وإزاي إن هذه السلبيات سواء كانت حروب أو مجاعات أو كوارث أو حتى التغير المناخي، إزاي إن كل الأسباب دي كلها مجتمع أو منفردة بتوصل إلى إن إحنا مش لو ما فيش حد بيهتم بيها، لو ما فيش حد بيعلي قيمة أو الأثر الغير إيجابي لهذه المشاكل على مستوى المجتمعات، إنها هتؤدي إلى إن إحنا نفقد الحياة على الكرة الأرضية، وهنفقد التواصل المجتمعي بيننا، وهنفقد الحياة المستقبلية للأجيال القادمة. هنا كانت النقطة إن خلينا نقول طيب عايزين نحط شوية ركائز نقدر نبني عليها إزاي يعلى كلمة التنمية المستدامة. فكان أهم 3 ركائز رئيسية اللي هي الركيزة البيئية والركيزة الاقتصادية والركيزة المجتمعية. فلازم يظهر في الركيزة الاقتصادية إن يكون في نمو اقتصادي، والنمو الاقتصادي ده هو يكون مش بس بيغطي احتياجات المجتمعات، ولكن كمان بيحافظ على البيئة علشان ما تبقاش زي هذا النمو برضه بيؤثر بالسلب على المجتمعات. فبالتالي هيظهر العلاقة ما بين النمو الاقتصادي والعدالة المجتمعية. والعدالة المجتمعية احنا بنقصد فيها ان المجتمع كله يصل من الفوائد في البيئة اللي هو عايش فيها، ولا يكون في حكر فئة عن فئة، حتى في توزيع الثروات، حتى في توزيع المحافظات على الكيانات أو الأماكن والبيئات المختلفة اللي عايش فيها، التنوع العالي للمجتمعات في كل دولة. وبالتالي لازم يعلى معانا كمان حتة الحفاظ على البيئة بصفة عامة بمكوناتها كلها بالكامل. فلازم يبقى فيه توجه إزاي نخلي البيئة في أي مجتمع هو بيئة قابلة للاستمرارية، بيئة يتعايش فيها الحاضر مع المستقبل بطريقة فيها تناغم، ما يكونش فيه دور من الحاضر على المستقبل، علشان تكون أحد الأسباب من النمو الاقتصادي الغير متوازن. لحد لما ظهر في سنة 2015 في أحد مؤتمرات الأمم المتحدة، وهنا ابتدى يظهر إن يكون في أهداف الناس تشتغل عليها أو الدول تشتغل عليها. والأهداف دي هي بعد إرهاصات كتيرة وبعد دراسات كتيرة توصلوا إن الأهداف دي هي مجملهم هم 17 هدف، وطلب من الدول بالموافقة على هذه الأهداف، وإدوا فترة زمنية لحد سنة 2030 إن كل الدول تحاول تغطي الأجندة بتاعت هذه الأهداف اللي هم 17 هدف دول. طبعا مقبول جدا إن في دول مش لازم تكون واخدة ال 17 هدف كاملة، يعني في دول داخل ليس لها في الحياة البحرية كتير، فبالتالي هو بيحاول يطبق أكبر قدر ممكن من الـ الأهداف دي هي. وكان التفاعل ما بين الدول دي هي إن 195 دولة وافقت على إنها تعتمد هذه الأهداف كخطط استراتيجية ليها حتى 2030. الكلام ده سنة كام؟ سنة 2015. وهنا بيعلى فيها قيمة إن توحيد فكرة البناء المجتمعي المتكامل للاستدامة عن طريق هذه الأهداف اللي بيجتمع عليها البشر كلهم، علشان هو ده اللي هيعلي التنمية في مجتمعاتنا، مش عايز أقول بالتساوي لكن بقدر أكبر من عدم الجور على الآخرين. طيب علشان نبتدي نستوعب تاني مفهوم التنمية المستدامة لازم يتوجد له تعريف. فمن هذه التعريف إن التنمية هي التي تفي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء. ده اللي احنا بنقوله، إن احنا عايزين لما يبقى فيه مجتمع موجود ومتعايش ومحتاج انه يقوى فيها اقتصاده، انه يكون الاقتصاد بتاعه ما يطغاش على حق المستقبل وحق الاجيال المستقبل ان في المعيشه. يعني مش معنى ان انا
عندي مجتمع كبير في منطقة ما، إن أنا أستغل الأرض بالكامل وما أسيبش أرض للأجيال القادمة، أو إنه أستنزف الموارد الطبيعية اللي موجودة في هذه الأرض. والاستنزاف هنا هو أوقات بيبقى بصورة جائرة جدا، بصورة تؤدي إلى عدم توازن حتى كمان في بيئة المكان. وبعدين بنلاقي تعريف تاني هو تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة، وتعني أو تعنى بتحسن نوعية الحياة مع حماية النظم الحيوية. وفي تعريف ثالث هي التنمية التي تقوم أساسا على وضع حوافز تقلل من التلوث. عايزين بقى إيه نفهم بقى دلوقتي، إحنا بنحاول نحافظ على إيه، على المستقبل. طب هنحافظ نحافظ على المستقبل إزاي؟ قلنا أول حاجة إن إحنا لا يكون في جور على احتياجات المستقبل. فبالتالي من ضمن الحاجات اللي بيبقى دائما وابدا بيعلى فيها حته كلمه الجور على حقوق المستقبل، ان احنا بنستهلك المصادر الرئيسيه، وبالتالي بيحصل تلوث شديد جدا جدا، وبيبقى التلوث ده نتيجه الصناعات الضخمه والاستهلاك العالي لافراد المجتمع، اللي بيها نلاقي كميات التلوث اللي اصابت البر والبحر بصفه عامه. وازاي بقى ان احنا نحاول في مفاهيم التنميه المستدامه ان احنا نقلل حجم النفايات والمخلفات، ونقلل كمان الاستهلاك، وخاصه ما يخص استهلاك الطاقه واستنزاف الطاقه ومصادر الطاقه الطبيعيه الرئيسيه. انا لا اتكلم عن الطاقه المتجدده، الطاقه المتجدده كانت احد الحلول لتقليل استهلاكنا للفوزيل فويل او الطاقه الطبيعيه، سواء كانت الفحم الكول او حتى البترول ومشتقاته. ومن الحاجات اللي كانت برضه بيهتم مفهوم التنميه المستدامه فيها كعناصر رئيسيه هو استهلاك المجتمعات للمياه واستهلاك الموارد الحيويه. استهلاك المجتمعات للمياه الصالحه للشرب ادى الى ان في بعض المجتمعات بقى عندها فقر مائي شديد جدا، وبالتالي بتحاول انها تغطي هذا الفقر، إما إنها تغطيها بالقوة عن طريق عمل مشاكل مع المجتمعات اللي حوالين منها المحيطة، أو إنها بتحاول تستنزف مواردها المالية والاقتصادية في إنها تعمل معالجات للمياه الموجودة، سواء كانت المعالجات دي هي المياه في الأصل غير صالحة للشرب، ملوحتها زيادة زي المجتمعات اللي هي موجودة على المحيطات والبحار، أو ودي كلها حلول بتستنزف موارد الدولة علشان يعلى فيها قيمة الاستهلاك للمياه. طبعا الكلام ده هو برضو نفس القصة بالنسبة للموارد الحيوية. يعني إيه الموارد الحيوية؟ كل ما هو هيخش فيه اي صناعات، اي زراعات، اي مكونات للمجتمعات، يعني مثلا الغابات، يعني الاحتياجات للاكل للشرب وهكذا. طيب الهدف ال 11 من الاهداف ال 17 ده بيتكلم عن المجتمعات والمدن او الحضر او المكونات الرئيسيه للمجتمعات دي. فبنحاول ان احنا نشوف هذه المجتمعات او هذه المجتمعات ازاي تتعايش في مدن مستدامه. ايه هو الاثر البيئي لهذه المجتمعات، وازاي نقدر نوفر لهم حياه مستدامه بصفه عامه. ولما نقول حياه مستدامه احنا برضو بنرجع تاني ونتكلم على احتياجات هذه المجتمعات لوجوده في المدن. احتياجاته بقى من الطاقه، من مصادر الغذاء، من المياه، ازاي يتعامل مع النفايات وتلوث الهواء والمياه والانبعاثات الكربونيه، وازاي نربط ده كله. طبعا مصادر بيبقى حاجات اساسيه رئيسيه لتعافي المجتمعات والتعايش جوه هذه المدن، وربط هذا الكلام بالمصادر بقى الدخل والاقتصاد وحفاظ الموارد الطبيعيه وتوازن. يبقى احنا بنحاول نعلي من قيمه في المدن المستدامه بصفه عامه، بنحاول نعلم فيها ازاي يبقى الاستثمار مستدام، وايه هي وسائل الانتاج اللي ما تجرش تاني ولا تبدد ولا تسرف في الموارد الرئيسيه، وما تجرش على المستقبل والاجيال المستقبل. وده اللي بيخلي المجتمعات يكون فيها تنظيميه
في الإنتاج، تنظيمية في أو استمرارية في التنظيم للإنتاج وإعلاء قيمة التعافي للمجتمع وحفاظا على حق المجتمعات المستقبلية. من هنا بنقدر نقول إن المدن المستدامة ينبغي أن تكون قادرة على إطعام نفسها مع الاعتماد الضئيل على المناطق الريفية، إن يكون عندها مصادر الطاقة. وهنا يظهر بقى مفهوم إن إحنا عايزين يعني معانا قيمة الطاقة المتجددة، لأن زي ما اتفقنا إن الطاقة الفوزيل فويل أو الطاقة الأصلية الطبيعية اللي هي خارجة من مصادر الفحم والبترول والأخشاب والكلام ده كله، هذه المصادر يعني بتستنزف بطريقة شديدة جدا جدا، وكمان بتزود في التلوث. فابتدى يبقى في بدائل لهذا الكلام، وابتدينا نتكلم على ان احنا عايزين نوجد استخدامات اكتر للطاقة المتجددة، واكتر من 10 انواع من الطاقات المتجددة بقت دلوقتي هي اللي بتحاول المجتمعات انها تعلي من قيمتها وتعلي من استهلاكاتها ليها. من الأسس اللي بتبني عليها المدن المستدامة اللي هي تقليل التلوث، واحنا قلنا ان التلوث ده هو ناتج من استخداماتنا للطاقة، مصادر الطاقة الرئيسية، وكمان حياة المجتمعية المبنية على الإنتاج الصناعي وحتى كمان الإنتاج الزراعي بصفة عامة. استخدام الأراضي بكفاءة، وهنا بنقدر نقول إن الدور العالي للمجتمعات في الأراضي المحيطة ليها أو موجود فيها حياة بنلاقيه في صور إعلاء قيمة إما الزراعات اللي بتاخد من حق الأجيال القادمة في استنبات واستزراع أراضي لما يلاقوش أراضي يعرفوا يستزرعوها، أو إن الأراضي تستخدم بطريقة عشوائية وطريقة غير منظمة بيقلل فيها كفاءة الاستخدام أو استمتاع بالمدن المستدامة. وآخر حاجة إن هذه المدن يجب أن تعمل على إعادة تدوير وتحويل النفايات سواء كانت إلى طاقة أو سماد أو ده طبعا صور متعددة للاستهلاكات أو يعني التعامل مع المخلفات بصفة. طيب نرجع تاني، يبقى إيه هي مواصفات المدن المستدامة؟ إنها بتستخدم نظم زراعية مختلفة بغرض تقليل مسافات انتقال المواد الغذائية. إحنا بنشوف دلوقتي إن بعض الأنواع أو الزراعات دلوقتي بنسميها الزراعات المائية أو الأكوابونيك، وإن بقى في حاجة اسمها الزراعات الرأسية، وفي حاجة اسمها الزراعات الرملية، وهكذا. ده صور كتيرة جدا جدا. ليه؟ لأن في بعض المناطق لا يصلح ان انت تسيب الزراعات بتاعتك في الجو او المناخ بتاعها، او ان يكون الاراضي بتاعتها يعني شحيحه او نادره او كده زي بعض البلدان، فبالتالي بيحتاج ان يوجد البدائل لقله وندره الاراضي التي تستخدم في الزراعه. وتاني مواصفه من مواصفات المدن انها بتستخدم طاقه متجدده سواء كانت الطاقه الشمسيه او فوز الفوي او اسف البايوماس او البايوجاز او حتى الوين توربن، معالجات الصرف وكل ده كله وغيرها كتير. طبعا اللي هي زي طاقه الرياح، طاقه التيدل، وطاقه الامواج، ودي طبعا من الصور المتنوعه العاليه جدا جدا، والكاينتيك انرجي والحاجات دي كلها. دي كلها مصادر طاقه متجدده ابتدت الدول تشتغل عليها بماس برودكشن، كميات ضخمة جدا من إنتاج الطاقة سواء كانت بأنواعها المختلفة، ليه؟ عشان أولا يغطوا احتياجاتهم من الطاقة بصفة عامة للمجتمعات الجديدة، لتوليد الكهرباء للمجتمعات اللي بتنشأ في المدن المستدامة، أو إنها تستغل في الصناعات والزراعات واحتياجات هذه المدن من تغطية الاحتياجات الرئيسية بتاعتها. لما ابتدينا نقول ان ايه هي استهلاكاتنا للطاقه، فبنلاقي ان احد الاستهلاك العنيف جدا للطاقه هو استخدامنا للمكيفات الهواء، ودي بتخلي المكيفات الهواء من ضمن الاسباب الرئيسيه او الاولى في استهلاكنا
للطاقة بصفة عامة. فإزاي إن أنت توجد بدائل لموضوع استهلاك المكيفات للهواء، أو إنك تعمل معالجات، ومن ضمن المعالجات دي هي بنسميها إحنا كمعماريين حاجة اسمها الباسيف ديزاين، وإزاي نعلي قيم كتيرة جدا جدا في الباسيف ديزاين، وإزاي بنعلي الجرينز بصفة عامة في في المباني علشان يقلل استهلاك الطاقة في تكييف الهواء. وحتى كمان بنشتغل على مثلا الالوان ودرجات الالوان وانظمه التهويه الطبيعيه ومسطحات زياده المسطحات المائيه والمسطحات الخضراء، عناصر كتيره جدا جدا في من عناصر اللي بتقلل من احتياجاتنا لمكيفات هواء تستهلك طاقه كبيره. من المواصفات المدن المستدامه وسائل النقل وتحسينها وجعلها اكثر ذكاء، وهنا بنحاول نخلي هذه وسائل النقل تقلل من استهلاكها للفوزيل فويل والبترول او الطاقه الغير متجدده. وهنا بيظهر استهلاك وجود وسائل نقل حديثه اللي هي بتشتغل اما بالطاقه الشمسيه او بتشتغل بالكهرباء او بتشتغل بوسائل متنوعه لتسيير هذه الوسائل. فاحنا او الكهرباء يعني طبعا زي المتروات والمنورات والمنوريل وحتى الاتوبيسات اللي بتشتغل بالكهرباء. وطبعا وابتدى يظهر معانا حاجه اسمها الهايبرد ووسائل اخرى اكثر تقدما دلوقتي، بيبقى في بعض ارهاصات ان في بعض المركبات بتشتغل بطاقه الهيدروجين، وده هتبقى برضو من ضمن تحسين وسائل النقل. كثافة البناء برضو بنحاول في المدن المستدامة إنها ما تكونش عالية، وبعض الحلول اللي ظهرت زي المدن اللي هي على طبقات. وطبعا الموضوع المدن اللي على طبقات ده هو ما هوش حديث، لكن هو قديم حديث يعني لكن باختلاف المسميات. يعني كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية كانت المدن في خاصة الأوروبية، كانت المدن الموجودة فوق السطح هي اللي كانت عرضة للضرب كتير. فلقينا إن مدن كتيرة جدا كانت بتعمل القطارات اللي هي الأندر جراوند، ودي كانت فكرتها إن يبقى في تنقلات للناس لا تتأثر بالضرب اللي بيحصل فوق على السطح. ولقينا في محطات الإقامات اللي كانت بيسموها ملاجئ ساعتها لهذه المدن تحت الأرض. طبعا احنا بنتكلم ده كلام ده هو في فترة اللي هي الحروب العالمية الأولى والثانية، لكن الآن بقى في تفكير على إن هذه المدن برضو ترجع تاني تبقى طبقات، ولكن زي ما احنا بنشوف مثلا النموذج اللي عايزين او عايز بيفكروا في تصميمه وتنفيذه في السعوديه في منطقه نيوم، برضه مدينه على طبقات. اذا هي حلول متباينه وحلول متنوعه، ازاي بنحاول نقلل فيها البنى او التاثيرات السلبيه لكثافه المباني على الاراضي بتاعتنا، الاراضي الموجوده لهذه المدن. ومن ضمن الحاجات اللي المجتمعات دائما مجتمعات ذكيه بتحاول انها توجد لنفسها يعني حلول، حتى ولو حلول فرديه، حلول ليست مبنيه على تخطيط مستقبلي وتخطيط مستدام. فبيظهر مفهوم كلمه الزحف العمراني بطريقه او باخرى، هو حل يعني، حتى لو كان حل يعني غير هندسي او حل غير مخطط بطريقه جيده، لكن هو حل لاحتياجات الناس للسكن واحتياجات الناس لانها تتواجد في اماكن فيها فرص العمل اكثر واقوى من الاماكن اللي هم جايين منها. فانت ازاي انك يعني تحول هذا الكلام الى شيء مخطط وشيء مستدام، في ده احد العناصر الرئيسيه للمدن المصريه. من هنا نقدر نقول لو احنا خدنا قياسا جمهوريه مصر العربيه يعني كنموذج، وتحديدا محافظه الوادي الجديد،
ايه السبب الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه؟ السبب الرئيسي ان المخطط العام اللي بيحصل في مصر دلوقتي بيبقى او يعني بيتوجه الى انه بيشتغل على حاجه اسمها الجيل الرابع من المدن. مفهوم كلمه الجيل الرابع بيبقى فيه لبس كتير جدا ما بينه وما بين المدن الذكيه. الجيل الرابع يشتمل على بعض المدن الذكيه، لكن هو اكثر جيل من أجيال المدن المستحدثة. تقريبا 14 مدينة استحدثت في الفترة الأخرانية، بتحاول القرار السيادي إن هو يعلي من هذه المدن الجديدة. ليه؟ علشان في عندنا أزمة في الوادي، الكثافة السكانية عالية جدا جدا، والتوجه إن يخف الضغط من الكثافة السكانية ديت في إنشاء مدن جديدة. هذا يعني على مستوى مصر كلها. لكن لما نيجي نتكلم على محافظة الوادي الجديد، وهي ركن عزيز جدا من أو جزء عزيز جدا من مصر كلها بالكامل، وهنا بيظهر بقى في معانا معلومات لازم الناس تاخد بالها منها، إن هذه المحافظة طبعا كنبذة تاريخية بسيطة، إنها أعلنت رسميا سنة 61 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وهي من حداثة المحافظة، إلا إنها معروف عنها إن فيها واحات كانت موجودة منذ القدم، وهنشوف إيه هي هذه الواحات. طبعا حاليا بيدير المحافظة هو السيد المحافظ السيد اللي هو محمد زمروت أركان حب، وهو اللي حاليا اللي موجود حاليا، وهنشوف الإنجازات اللي ممكن نقول عليها بتساعد على التنمية المستدامة في هذه المنطقة. من سنة 61 المحافظة كانت للأسف الشديد، يعني مش عايز أقول إنها كانت يعني مهجورة، لكن كانت يعني شبه ما بتتحطش في مخططات التنمية. وكمعلومات عامة بقى، المحافظة دي هي من أضخم محافظات مصر، أكبرها على الإطلاق بنسبة المساحة بتاعتها 44% من مساحة مصر كلها بالكامل، يعني تعادل 440 ألف كيلومتر مربع، و66% من مساحة الصحراء بصفة عامة اللي موجودة في مصر الشرقية والغربية. هي مكوناتها 5 مراكز رئيسية، اللي هي الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس. انا بتكلم بقى على محافظه فيها مراكز ديت، وهنعرف ليه احنا بنتكلم عليها بصفه مجمله، ما بنركزش على مدينه من ضمن. كانت من ضمن ال 14 مدينه في شرق عيينات ديت، تحت خالص احد المدن اللي هي برضه مستحدثه اللي بيتم فيها التنميه المستدامه. للاسف الشديد هذه المحافظه على ضخامتها كلها انما يقطنها 200 تقريبا 56 الف نسمه، يعني تقريبا بمعدل فرد لكل 2 كيلومتر مسطح. من الجميل في هذه المحافظة إن نسبة الأمية فيها لا تتعدى 2%، والجريمة لا تتعدى 1 في 1000. المحافظة هي تقع في الجنوب الغربي لجمهورية مصر العربية، فبالتالي جوها جو صحراوي، صيفها بيبقى جاف، لكن في الشتاء بيبقى درجات معتدلة، وللأسف الشديد طبعا فيها ندر للأمطار. هنا بنيجي في مشكلة رئيسية، هي مشكلة المياه. طب بتتعالج المياه ازاي؟ نشوف كده هو بعض التحليلات، لو عملنا سوات اناليسز للمحافظة كلها فبنتكلم نقول ان نقاط القوة بتاعتنا انها اكبر محافظة، ان في وجود اراضي فيها محتاجة تنمية كبيرة جدا، في قوانين استثنائية للمحافظة، في اهتمام دلوقتي القيادة السياسية بالاضافة للتنمية الحضرية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، بتحاول انها دلوقتي تعلي من التنمية المستدامة لهذا المجتمع الغالي علينا اللي هو محافظة الوادي الجديد. بنلاقي إن في كميات من المياه بنسميه النهرين بيمروا من تحت المحافظة، الخزان النوبي ده خزان من منابع النيل الرئيسية من أثيوبيا وكده، هو بيغذي هذا الخزان النوبي اللي في بعض التقديرات بتصل لأكثر من 100 مليار متر مكعب، وفي بعض الأوقات بتصل إلى 300 مليار متر مكعب. الرقم بالتحديد لسه يعني ما نقدرش نقول عليه رقم قد إيه، لكن في مخزون مياه جوفية عالي جدا جدا فيها، نسبة السطوع الشمسي فيها طبعا عالية جدا إنها تصلح إنها تستخدم في الطاقة الشمسية وخلافه.
في وعي بأهمية حماية المجتمع، وفي أبحاث زراعية صحراوية جامدة جدا وكتيرة جدا في مركز بحوث الصحراء والزراعة. وبنلاقي إن من ضمن نقاط القوة اللي فيها إن فيها هنتكلم على الخدمات الموجودة فيها زي الطرق والمطارات وكده، هو فيها بعض المناطق اللي ممكن تستغل كمناطق طاقة رياح. القيم والمثل الأخلاقية الموجودة في المجتمع عالية جدا جدا، وهنا بي 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 بنحطها كنقط قوة بتحمي المجتمعات من الانهيار الأخلاقي اللي بنشوفه في مجتمعات أخرى. البيئة المحافظة تقريبا زيرو تلوث، يعني لما تيجي تشوف مقارنة بالمساحة الضخمة اللي فيها دي هي مهما كان احنا لا نجد فيها هذا التلوث، لأنها بيئة صحراوية متعافية، فبالتالي التعايش فيها والتواجد فيها يحمل من الصحة والخير لأفرادها لو توجهنا في إعلاء قيمة التنمية المستدامة لهذه المحافظة. هل يوجد فيها فرص؟ أو فيها فرص كثيرة جدا جدا، لأحد الأسباب الرئيسية في منظومة المجتمعات اللي هي التعليم. إيه اللي ممكن نستفيد بيها؟ برضو التوجه الزراعي اللي موجود فيها موجود بصفة قوية، والجميل جدا جدا التوجه السياحي أو التنوع السياحي العالي جدا جدا، وهنشوف الكلام ده كله وإحنا بنستعرض المعلومات عن المحافظة. طبعا من نقاط الضعف الموجودة إن قلة عدد السكان ما تناسبش مع المساحة اللي كلها، ندرة الأيدي العاملة، طبعا عدد السكان قليل فبالتالي ندرة الأيدي العاملة، عدم وجود سكك حيوية تربط المدن ببعضيها، ودي طبعا نقطة بتحاول الخطط التنمية دلوقتي إنها تعالجها. المطارات على المساحة دي كلها محتاج مطارات أكتر وأكتر على الرغم من كمية المطارات اللي موجودة. لسه البنية التحتية بالمحافظة مقارنة بمسطحها طبعا محتاجة صرف مليارات جامدة جدا، لكن هي نسبة وتناسب، هي علاقة طردية مع حجم السكان وعدد السكان. المعالجات الصرف محتاجة ان طبعا يتعمل لها تقنيات عالية جدا علشان تستغل بصفة عالية، لان احنا عندنا ندرة في المياه، فبالتالي احد الحاجات الحلول ان يتعمل معالجات مياه الصرف. الجمعيات الأهلية محتاجة إمكانيات أكتر، دور الأسر المنتجة محتاج يعلى بطريقة كويسة، الاستصلاح الزراعي قد تكون عالية التكلفة، فبالتالي لازم يكون في حلول تقدر تغطي احتياجات المجتمع ده وإنه يتعافى، محتاج دعم من الدولة كتير، خبرات نوعية التعليم بتحتاج تنوع عالي، النشاطات السياحية محتاجة إنها تعلى، في ضعف المشاركات المجتمعية المسابقات والفعاليات مهرجانات طبعا لأن الحجم السكاني قليل. طبعا الموضوع بتاع الصيانات ده برضو ضعيف شوية، بعد المسافات ما بين المدن، لكن هنشوف ده كله يعني اللي موجود حاليا إيه وإيه هو تأثيراته. إحنا بنتكلم بحجم هذه المساحة، إحنا بنتكلم على 440 ألف كيلومتر مربع، يعني إحنا لو قلنا إن مصر كلها عايشة على 8% يعني تقريبا 80 ألف كيلومتر مربع، 80 ألف كيلومتر مربع لو افترضنا ان 440 ألف فيها ما فيهاش بشر، فانت محتاج ان تكون تفكر ان هذه المساحة بس لوحدها ممكن تغطي 5 أضعاف تعداد السكان المصري، يعني كأنك تقدر تحط فيها نص مليار، 500 مليون نسمة ممكن يكونوا في هذا المكان وبيلقوا كمان، يعني زي ما بقول اللفظ المصري اللي هو بيلقوا، اللي هو يعني ايه، يعني في مسافات كمان بينية ما بين الناس وبعضها. من الفرص اللي موجودة ان في طابع حضاري حلو قوي بينم عن هويه المحافظه، ده ممكن يستغل. المسابقات ما بين الاهالي دي بتظهر نواحي جماليه عاليه جدا جدا، فبالتالي لازم يكون تزيد هذه المسابقات والتاليه بيتعمل عليها شغل. الابحاث اللي موجوده سواء كانت المحليه والعالميه ممكن يستعان بها لتحقيق التنميه. الطرق البريه المزدوجه ابتدت يبقى في طرق مزدوجه كتير، وهنشوف الكلام ده هو في السلايدات اللي جايه. المطارات اللي موجوده، البنيه التحتيه، في سن قوانين محافظة تسهل عمل الشركات المتخصصة، استزراع نباتات قليلة الاحتياج، ده كله في الفرص الموجودة لهذه اوريدي موجود الحاجات دي. هي طبعا مساحة الكبر مساحة بيخليها التنوع في استخراج المياه الجوفية، وده هو طبعا نقطة قوية جدا جدا، لأن المسافات بتاعت استخراج المياه الجوفية ما هياش واحدة، ما هياش ثابتة، ففي تنوع عالي جدا، في أبحاث كتيرة جدا اتعملت في هذه المنطقة ومحتاجة إنها تستكمل بأكتر من كده.
في مبادرات قوية للمجتمع ومبادرات قوية لأصحاب القرار، بيحطوا المجتمع تحت في مواجهة مع إيه؟ يلا بقى اتفضل تعالى خش، في احنا بنعمل مبادرات اهو، تعالى خش وشارك معانا في هذه المبادرات. وبالتالي احنا بنقول لكل المجتمع انه يخش ويعمل تطوير وتنميه المحافظه. الثقافه، نشر ثقافه خدمه المجتمع دي مهمه جدا، ودي من الفرق من الحاجات اللي موجوده بطريقه يعني على قدر الامكان، محتاجه طبعا دعم، لكن هي من الفرص اللي موجوده. طبعا توطين الصناعات الجديده، توطين عماله، امكانيه تخلي الخبره الاجنبيه، تنوع البيئي العالي، زياده تفاعل ابناء المدارس، اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا في مشروع ضخم جدا في ضمن الحاجات اللي كفرص اللي ممكن تكون المنطقه دي، هي زي ما قلنا قبل كده ان هي من الاجواء القويه جدا، او الاجواء النظيفه النقيه اللي ما فيش فيها تلوث، فانت ممكن تكون مناطق لتوطين العلاجات وتوطين المشاريع الصحيه في هذه المحافظه. ومن ضمن هذه الاهتمامات اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه، وفي مركز فعلا موجود ومركز ضخم موجود في مدينه الخارجه، يا ريت يتكرر منه عشرات المراكز في مستوى المحافظة كلها بالكامل. زي ما قلنا البيئة المناخية رائعة جدا، بالإضافة لحتى كمان البيئة المكانية، إمكانية زراعة النباتات العضوية، عمل مهرجانات الإنتاج الجديد من المحافظة. في تهديدات إن في للأسف في ضعف في وجود مستثمرين، زحف الرمال نتيجة للتغير المناخي بالمحافظة، ده هو طبعا بيتعمل لهم علاجات، لكن علاجات على قدر الافراد اللي هي زراعات النخيل وزراعات الاشجار اللي هي بتوقف الزحف شويه، لكن طبعا محتاج يكون في توجه باستثمارات لهذا المكان. ندره الامطار بالمحافظه، ودي طبعا يعني بتسبب لنا ان ما فيش يعني بديل للمياه، المياه الجوفيه. الدرجات الحراريه بتساعد على فقد المياه، درجه الحراره عاليه طبعا، لكن طبعا في علاجات ليها طبعا، لكن هي من ضمن التهديدات اللي بنلاقيها حتى عند المزارعين العاديين. للاسف الشديد المحافظه هنشوف فيها كم الاثار اللي موجود فيها، لكن هي للاسف هي حتى بعيده عن خريطه السياحه العالميه، فضلا يعني محليه حتى كمان. فبالتالي دي من ضمن التهديدات اللي بنحاول ان احنا نعلى فيها اهتمامات المحافظه بيها. ضعف الميزانيات المخصصة للمحافظة، ودي هي يعني اتغيرت بعض الصور ليها الفترة الأخرانية، دي هي المسافات ما بين المدن وبعضها محتاج طبعا نفهمها ومستوعبة، لأن دي محتاج إن يكون يتعمل عليها مشاريع كتيرة جدا. عدم وجود صناعات مكملة دي من ضمن التهديدات. الفقر طبعا بيرتبط بقلة فرص العمل، فلما يكون في فرص عمل أكيد الفقر ده بيقل تمام. زيادة الأسر وحيدة المعايير، ودي هي من ضمن المشاكل، لكن لان نتيجه للاسف الشديد ان العائل الاوحد بيجيب اسرته، وبعد ما يجيب اسرته بيلاقي نفسه مضطر ان هو يسافر او يسيب عيلته علشان يدور على رزق في مكان تاني بعد ما كان وطن اسرته في هذا المكان، ودي من ضمن المشاكل. عدم وجود انشطه مباشره للاطفال والشباب، طبعا في انشطه لكن مش بالقدر الكافي ان احنا نقدر نقول عليها انها تغطي احتياجات المجتمع الموجود هناك، وكذلك المسابقات عدم يعني وجود متخصصين لفتح اسواق لمنتجات المحافظه، الصناعات المكمله برضو تاني، تكلفه البنيه التحتيه عاليه جدا، ودي بتاثر جامد جدا على احتياجات البنيه التحتيه للمحافظه. المستثمرين جادين، قلنا في الاول انها ضعف وجود مستثمرين، وفي نفس الوقت ان احنا عايزين نوجد مستثمرين جادين، هي دي اشكاليه كبيره جدا. المحافظه فيها ندره واضحه للمشاريع الداخليه والخارجيه، للدعايه للمشاريع، قله اعداد الفنادق وخدمات السائح، خروج المحافظه عن خريطه، دي من ضمن التهديدات. الازمات السياسيه والعالميه، ازمه كورونا اثرت جامد جدا حتى على النشاطات الضعيفه اللي موجوده للمحافظه، ضعف الميزانيه المخصصه للمحافظه مقارنه بحجمها. المحافظه على الرغم من حجمها ده كله، الا انها على الرغم من عدد السكان الضعيف اللي فيها، لكن هي حصلت على بعض المراكز على مستوى المجتمع المحلي، كان عن المجتمع المحلي، مجتمع مصر بصفه عامه، وده بيدي لك فكره على ان هذه المحافظه على الرغم من امكانياتها المتواضعه الا انها بتحافظ على كيانتها، سواء كانت على مستوى المدن، فاحد المدن فيها زي الخارجه خدت مركز اول، والمستوى المراكز في مدينه مركز ومدينه الداخله برضو خدت مركز ثالث، وهكذا. ديت بتدي ايجابيه عاليه جدا جدا عن التصور
لمدى تقدم هذه المحافظة كتنمية مستدامة وكفكر تطور حضاري لهذه المدينة. لما نبص على الخدمات اللي موجوده في هذه المدينه نلاقي ان في فتره وجيزه من 2014 ل 2021 زادت كميات الطرق تقريبا الضعف في فتره زمنيه لا تتجاوز كام؟ 7 سنين، من 2200 كيلو متر او يعني 2000 كيلو متر الى 4200، زادت الكميه تقريبا 2200 كيلو متر. وهنا بنتكلم على ان التوجه بقى اللي انا بقول عليه في الاول اللي هو توجه التنمية الحضرية للمجتمعات في مصر وفي المحافظة، يبقى في تركيز على المحافظة في إنشاء مجتمعات تقدر تستوعب إن لو في بدائل عن الوادي أو وجودنا في 8% فهتكون المحافظة هي أحد البدائل القوية جدا. النقل البري موجود في المحافظة بطريقة جيدة جدا، بتربط كل المراكز المحافظات الأخرى بمحافظة الوادي الجديد، ودي هي نقطة قوية لأن طالما أنت وجدت طرق فأصبح النقل البري بقى بمنتهى البساطة يقدر يتعامل مع هذه الطرق، ودي هي نقطة قوية إنها بقت ربطت مش بس المدن داخل المحافظة وكمان المدن الخارجية، ودي أحد الحلول للتنمية المستدامة إن أنت تعلى معاها قيمة النقل البري. كان في خط قطر زمان موجود كان بيربط منطقة اسمها أبو طرطور، ودي منطقة مشهور بيها منجم الفوسفات اللي موجود في المحافظة، وهذا المنجم كان حجمه ضخم جدا، والغريب إن هذا الخط السكة الحديد كان معمول من أيام الملكية من أيام الملك فاروق، وللأسف الشديد أهمل هذا الخط الإنتاج، دلوقتي بيعاد صيانته بيعاد تطويره علشان يرجع تاني يشتغل حتى يصل إلى قنا ومن قنا إلى سفاجة، فبالتالي هو يقدر يبقى يستوعب حركة النقل سواء كان نقل الركاب أو نقل البضائع. ده في الخطة اللي شغالة دلوقتي عليها الوزارات المعنية لتطوير هذا الخط. في المحافظة في 3 مطارات والثلاثة بنجد في تنوع فيهم. مطار شرق العوينات ده مطار موجود أساسا في المنطقة الجنوبية، وهو معني في المقام الأول بالإنتاج الزراعي وإنتاج في منطقة شرق العوينات. مطار الخارجة ده بيبقى لنقل الأفراد، وهو مطار واحد بيشتغل نقل الأفراد. للأسف المطار الداخلة لا يعمل ولكن محطوط في الخطه في التنميه بتاعته. المطارات يعني في دلوقتي خطط من ضمن الخطط اللي احنا بنتكلم عليها ان خطط التنميه تزيد فيها وعدد الرحلات تزيد فيها وتنوع، ما تبقاش كلها باسنجر بس او ركاب بس او بضائع بس، فالتنوع ده هو هيبقى الخطط هي دي اللي بتتولاها الجهات المعنيه برضو في تطوير هذه المطارات. المحافظة في المدن الرئيسية اللي فيها بتتشغل على الجريد على الشبكة الرئيسية، وبالتالي احتياجات المحافظة حجما يعني قياسا بحجم العمال بحجم الأفراد الموجودين فهي متكفية جامد جدا، ومع ذلك بيزيد دلوقتي في المحافظة مشاريع استهلاكات أو مشاريع الطاقة الشمسية وتحويل الاستهلاكات الى الطاقه الشمسيه اكثر من الشبكات الرئيسيه. من ضمن المميزات في المحافظه ايضا موضوع الغاز الطبيعي ودخوله في مدينه الخارجه. مدينه الخارجه هي المركز الرئيسي او هي العاصمه للمحافظه، وده بنتكلم على ان احد القوى نقط القوه الكبيره جدا جدا لتطوير منظومة البنية التحتية للمحافظة. أيضا من ضمن الحاجات القوية إن المدن الرئيسية متغطية بشبكات اتصالات قوية، وبالتالي دي هي بتدي فرصة للتعايش المستقبلي الجيد لأي مجتمعات هتيجي تتعايش بعد كده في المحافظة. المحافظة على ضخامتها لما فيها إلى حد ما تغطية معقولة للفنادق، وهنا بنشوف ان الفنادق ما بين 3 نجوم و4 نجوم، وعدد الغرف لحد دلوقتي 650، نامل ان يتضاعف هذا الرقم في الفتره القادمه. ليه؟ لان احنا عايزين يعلى المشاريع اللي بتتبني عليها وجود السائح لهذه المحافظه.
في بنوك موجودة وإن كانت كلها بنوك محلية في المحافظة، وبالتالي أي مستثمر بيبقى عايز يعمل أي بيزنس أو أي شغل هناك هيلاقي كمان خدمة البنوك موجودة. المحافظة خدت على عاتقها إنها تكون أول محافظة تعمل حاجة اسمها الحكومة الرقمية أو ديجيتال جوفرمنت، وهنا ابتدى يبقى في منشآت اتوجدت في المحافظة بتحاول إنها يعلى مفهوم كلمة الحكومة النموذجية والحكومة المميكنة، وده طبعا تحت التنفيذ، لكن هي يعني هتكون أول محافظة بيطبق فيها هذا الكلام بمنشآتها الحديثة. للمحافظة بعض المشاركات المجتمعية علشان يعلى برضو مفهوم كلمة التنمية المستدامة للمجتمع بصفة عامة، وهنا بنشوف إن الأدوار بتاعة المحافظة ليست قائمة فقط على المحافظ، ولكن المحافظ والجهات المساندة ليه علشان يعلى فيها استخدام أو يعلى فيها تفاعل القرار السياسي والسيادي مع المجتمع. فبنلاقي إن المحافظ بيحاول يجيب يستقطب ناس كتيرة جدا من المحافظات الأخرى، فبيحاول إن يبقى في شراكات بينه وما بين المحافظات الأخرى في جمهورية مصر العربية زي الغربية والمنوفية وكفر الشيخ، وبيبني مباني ليهم ومنشآت ليهم علشان يبقى في إعادة استيطان يعني في هذه في محافظات كتيرة جدا في مصر ليس لها ظهير صحراوي، والاراضي فيها غاليه جدا جدا، فالمشكله ان هذه المحافظات الكثافه السكانيه فيها بقت عاليه قوي قوي قوي. فكان المبادره اللي اتعملت في المحافظه، طيب ما تعالوا يا محافظات ديت هاتوا ابنائكم هاتوا اولادكم وتعالوا نعمل لكم مساكن بسيطه ليهم، ونحاول ان احنا نعلي قيمه الاغتصاب، ما يبقاش مسكن وبس. فبالتالي المحافظه بقى تتولى، المحافظه اللي هي اللي جاي منها ابنائها تتولى توزيع اراضي، وتوزيع اراضي في المحافظه محافظه الوادي الجديد، وهنا المحافظ بيدي فرصه لهذه المحافظات انها تتملك حتى ال 10,000 فدان علشان تتوزع على اهالي المحافظات الاخرى. من المبادرات القويه للحكومه او المحافظه ان اعاده تجميل المحافظه، على فكره من انظف ومن ارقى، سبب انها بتاخد مراكز ان الشوارع بتاعتها نظيفه جدا جدا، وبنيه التحتيه بتاعتها الى حد ما مغطيه احتياجات، فبنلاقي ان كمان بيكملوا المنظومه ان حتى المباني كمان ابتدت يبقى فيها شكل جمالي الى حد ما بيقدر يغطي احتياجات البعد الجمالي لسكان المحافظه. كانت الأطفال أو الطلبة بتاعت المدارس كلهم كانوا في هذه المحافظة، إحنا بنتكلم على 256 ألف نسمة، يعني إحنا مصر كلها 105 مليون تقريبا، ف256، فما كانش في اهتمام كتير جدا بالزي الموحد، أصبح دلوقتي في زي موحد أولاد المدارس، وكل مدرسة أو كل مرحلة سنية معينة لها درجة لون معين مختلفة عن درجة اللون ما بين الولاد والبنات ما بين السن للمراحل السنية المختلفة. سريعا برضو نتكلم على ايه هي المشاريع الموجودة في المحافظة القائمة فيها. أهم حاجة فيها اللي هي الاستثمار الزراعي، وده ده أحد الأسس اللي بيتبني فيها أي استثمار للمحافظة، وده زي ما انتم شايفين كده هو الكميات المزروعة لحد دلوقتي في المحافظة تتخطى 1.5 مليون فدان. فأنت بتتكلم على إن أنت عايز يعني يزيد هذا الرقم، هنشوف هيزيد ازاي. احد المشاريع والمبادرات القويه جدا جدا لاعلاء القيمه بتاعت الاراضي او الاستثمارات الزراعيه في المحافظه مشروع القومي اللي هو استصلاح 1,000,000 فدان. واستصلاح 1,000,000 فدان ده غير 1.5 مليون، يعني المطلوب في الفتره الجايه ديت ان كمان تزيد القصه الى 2.5 مليون فدان، ودي رقم اعتقد انه هيحتاج مجهود جامد جدا جدا، ويحتاج مستثمرين كتير علشان يعلى قيمه 1,000,000 فدان دول يستصلحوا ويستزرعوا. وزي ما قلت لكم وزي ما الصور مبينه ان البنيه التحتيه فعلا بتحاول انها توجد فرص كبيره جدا جدا للاستثمارات في هذه المنطقه، سواء كانت مد الطرق او سواء كانت معالجات المياه او وجود مياه الشرب ومياه للري ومياه الزراعه، كل الوسائل دي كلها بنيه تحتيه عشان نوصل للمليون فدان بطريقه تقدر تغطي احتياجات مصر، احنا مش بس مصر لكن احتياجات العالم كمان
لان احنا في فتره ما كنا بنغذي العالم، فكانت يقال في بعض المصادر ان قد يكون هذه المنطقه كانت احد المناطق اللي كانت بتقوم بتغذيه العالم من الغذاء. حاليا دلوقتي موجود في المحافظه 2.5 مليون نخله. المخطط العام بيطلب من المحافظه انها يزيد على 2.5 تانيين، يعني عايزين يوصلوا ل 5 مليون نخله في محافظه بحجم محافظه الوادي الجديد، وهي ديت برضو احد الفرص الاستثماريه العاليه جدا جدا لهذه المحافظه. كان مخطط ان يتزرع الزيتون على مساحة 1000 فدان، لحد دلوقتي المرحلة الأولى وصلوا ل 400 فدان، وده كمخطط أو كمبادرة أطلقت لزراعة ال1000 فدان. الفترة الجاية نتمنى إن الموضوع ده يزيد، لأن المحافظة من ضمن المناطق القوية جدا جدا للزراعة. الأراضي فيها قابلة يعني عافية وقوية، تقدر تزرع فيها أنواع كتيرة جدا جدا من الزراعات. من ضمن الحاجات المبادرات اللي موجودة في المحافظة اللي هو زراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي، مبادرات اللي هي النباتات الطبية والعطرية، ودي برضو من ضمن الحاجات القوية جدا جدا اللي المحافظة دلوقتي متبنياها إنها تقدر تعمل خدمات للي بيحاول إن هو يخش في هذا الاستثمار. النباتات الطبية والعطرية العوائد الضخمة بتاعتها بتخليها من المشاريع الناجحة في المحافظة. الاستثمار الداجني ابتدى يبقى فيه اهتمامات قوية جدا جدا في المحافظة للاستثمار الداجني، ودي برضه نقطة مش بس تغذية الموجودين في المحافظة 256، ولكن يتخطاها إلى المحافظات الأخرى والتنمية المستقبلية كتنمية مستدامة وتنمية حضرية للمجتمعات اللي ممكن تقام في هذه المحافظة مستقبلا إن شاء الله. في أحد المشاريع القوية دي هي أكثر من مشروع زي ما انتم شايفين كده بارقام، بنتكلم على ارقام مش قليله ضخمه، محتاج ان يكون في اضعاف هذه الارقام ان شاء الله في الفتره الجايه. احتياجات المحافظه لان يكون في استثمارات في الصناعه، اوريدي في موجود طبعا في حاجات بتشتغل على الصناعات او اللي هي زي اعاده تدوين المخلفات بتاعت جريد النخل مثلا، ومثلا انتاج الصناعات المرتبطه بالمستخرجات الارض زي البطاطس زي البنجر زي تصنيع الفول السوداني والعصائر المربات، كل ده موجود حاليا، وان كان مطلوب انه يزيد بكميات اكتر من كده كمان. الاستثمارات اللي مطلوبه في المحافظه ايضا استثمارات قائمه على نكمل الصناعات المكمله والخدمات المكمله للاستثمار الاولاني الاستثمار الزراعي، فبيحاول ان يبقى في صناعات اخرى تستقطب في المحافظة زي صناعات مصانع أجهزة الري الحديثة ومحطات الطاقة الشمسية، ماكينات حفر الآبار، ثلاجات حفظ الحاصلات الزراعية، مصانع تهبئة وتغليف. محتاج الموضوع ده هو يزيد أكتر وأكتر الاستثمار فيها. المحافظة من حجمها الضخم جدا وجدت فيها معادن كتيرة، أول حاجة احنا اتكلمنا عليها اللي هو الفوسفات، والفوسفات يستخدم في السماد بكميات ضخمه جدا في ابو طرطور، لكن الحمد لله في معادن كثيره ايضا وجدت زي الحجر الجيري اللي بيستخدم في الاسمنت، الجرانيت والبازلت، اكسيد الحديد توجد بكميات مش قليله، الرخام، الزلط، الرمال البيضاء، وصناعات الازاز اللي ممكن تعتمد على الرمال البيضاء، وهكذا. انت ممكن تلاقي نفسك بتتكلم على ان محافظه مليانه من الفرص. ايه هي فرص تحديات؟ احنا بنحاول نعلق برضو في توجهنا للتنميه الحضريه للمحافظه انها تكون اول محافظه في مصر صديقه للبيئه. ومفهوم كلمه صديقه للبيئه هنا هو انه يتخطى مفهوم المشاريع الانتاجيه او المشاريع الخدميه الموجوده، احنا بنحاول ان احنا يبقى المجتمع نفسه كمان يتفاعل مع مفاهيم الصديقه للبيئه. بنحاول ان احنا نتكلم من خلال محاور متعدده زي محاور اسكان، وهنشوف نتكلم عليهم واحد واحد. اعتقد ان هي من المحاور القويه اللي انت تقدر تبني بيها اي مجتمع. محاور محور رئيسي محاور الاسكان والتخطيط، احنا بنحاول نعلي فيها مفهوم كلمه المباني البيئيه المستدامه، فيعلم عن المباني الخضراء، وده التوجه الجديد للمنشات الحديثه اللي هتبقى موجوده في المحافظه ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان احنا نشتغل بين البنى بالطين، يعني انت عندك مزارع كتيره جدا جدا محتاج ان يكون ليها استراحات، محتاج يكون ليها
اماكن. فبدل ما نلجا الى ان احنا نستورد الاسمنت من المحافظات الاخرى او الحديد علشان نبني مباني هيكليه بالخرسانه والاسمنت، طب ما يتبني بالطين، وبقى في عندنا خبرات متنوعه عاليه جدا جدا في البناء بتربه الارض او البناء بالطين في هذه المنطقه. والتربه كمان هناك بتساعد لحاجه زي كده، التربه هناك قويه والطفليه بتاعتها بكثافات عاليه، نقدر يبني بيها كويس جدا. وممكن يستفاد بافكار مبتكره زي ما كنا بنتكلم على موضوع مخلفات النخيل، فازاي ان احنا ممكن نستخدم جذوع النخيل في البناء واستكمال منظومه البناء. في بعض الافكار زي البناء بالكونتينرات، وان كان طبعا النقل فيها هيبقى مكلف شويه، لانك من اقرب مين علشان توصل للمناطق اللي هي محتاج تفكر كتير في التكلفه دي هتبقى عامله ازاي. لكن احنا بنقول ان لازم يكون في تطور للفكره بتاعتنا. من ضمن الحاجات القويه جدا في استفادتنا من المشاريع اللي موجوده على مستوى العالم، اللي المشاريع اللي موجوده في دوله الامارات الشقيقه، ونتمنى ان يكون هي التوجه الرئيسي لمصادر التنميه والاقتصاد في دوله الامارات الشقيقه، انها يتوجهوا للمحافظه. ونتمنى ان يكون احد هذه التوجهات ان زي ما في مدينه مصدر في ابو ظبي، نتمنى ان يكون في مصدر المصريه تبقى في محافظه الوادي الجديده، ونتمنى ان تكون نقطه انطلاقه قويه جدا جدا هذه القريه، انها تستقطب رجال الاعمال وتستقطب المجتمعات الحديثه، انها تتعايش في محافظه الوادي الجديده برؤيه وفكر جديد وابداعي جديد. بنحاول نعلي قيم في تخطيط الروح التنافسيه ما بين الاطفال والشباب والفنانين، ونعمل مجالات مسابقات، بنحاول ان احنا نعلي هذا الكلام ده كله، بنحاول ان احنا نوجد عناصر جماليه كتيره جدا جدا في المحافظه، بوجود اليات كتير علشان نعلي فيها الجمال، الميادين والطرق والمظلات والافكار الابداعيه الاخرى. المدن الرئيسيه في المحافظه الداخله والخارجه منتشر فيها الجناين والحدائق، وبنحاول ان احنا نوجد كيانات تربط المجتمعات بالمدن دي بطريقه جيده جدا، وبنحاول ان احنا يعلى فيها الاستخدام الجيد للمساحات الموجوده والافكار الابداعيه لهذه المساحات. من ضمن الحاجات التحديات العاليه جدا اللي بنحاول ان احنا نغطيها في المحافظه، اللي هو التغذيه بالميه ومعالجه الصرف، وديت بيبقى محتاج ان يكون في افكار خارج الصندوق زي ما بيقولوا. والحمد لله ان المراكز البحثيه شغاله على الموضوع ده هو بطريقه جيده جدا، وان كان طبعا بيبقى فيه افكار خارج الصندوق لامكانيه تقليل تكلفه استهلاك استخراج المياه الجوفيه، وان كان طبعا استمطار الامطار محتاج يكون في سحاب او غيوات، لكن في معالجات اصبحت دلوقتي بتقدر تعمل استنطاب للامطار، ودي نقطه من النقط اللي ليها تفكير عالي جدا في معالجه مشكله الميه في المدينه. المعالجات الصرف الصحي ابتدى يكون فيه توجه لانها تتطور اكتر واكتر، والمعالجات الثنائيه بقت ثلاثيه دلوقتي في المحافظه، واعتقد ان بقت كمان في مشاريع بتتبني هتتبني على وجود هذه المعالجات الميه الصرف الصحي، سواء كانت لعمل طاقه او سماد او خلافه، ولكن هي في الاخر احد المشاريع القويه جدا جدا في اعلاء احتياجنا للميه في المحافظه. طبعا احنا اتكلمنا على ان المحافظه ضخامه الوادي الجديد محافظه اساسا صحراويه، فانت عندك نسبه السطوع الشمسي فيها عاليه جدا جدا، بالاضافه انها صحراويه فيها موضوع الرمل، فانت محتاج ان انت تستغل الكلام ده هو في الطاقه البديله، نشر فكره في ثقافه الطاقه البديله، سواء كانت على مستوى المحليات ومستوى الشوارع والطرق، وكمان على مستوى المزارع، وده اللي بيحاول التوجه السياسي ان هو يشتغل عليها دلوقتي. زي ما قلنا المباني الحكوميه دلوقتي كمان حتى كمان تبقى في توجه كامل جدا انها تبقى كلها معموله، مش بس مباني حكوميه ومساجد وكنائس وغيرها، كلها تبقى مناره بالطاقه الشمسيه، ودي برضو من الفكر اللي بيعلن دلوقتي فيها المفهوم استخدامنا كمان للطاقه المتجدده الهيدروجين وكده، هو في توجه جامد انها ممكن تكون احد النقاط القويه جدا جدا للمحافظه، ان يكون في مشاريع بالشكل ده وبالضخامه دي في المحافظه. محتاج نستوعب كويس قوي ان الارض عافيه جدا جدا في المحافظه، فبالتالي نقدر نشتغل عليها زراعات، حتى كمان الزراعات الغير تقليديه زي الغابات البولونيا والمهوجني والحور والزراعات الاخرى، النخيل والانواع بانواع كلها المختلفه، زراعات الاكوابونيك، الزراعات
وكمان الطبيه والعطريه وخلافه، وكمان نقدر يعلى فيها الانتاج الحيواني بطرق او يعني بحاجات غير تقليديه زي الغزلان والآيائل والنعام. اوريدي في مشروع نعام موجود هناك، لكن انه يبقى زياده ويكثر فيها هذه المشاريع، هو ده التوجه اللي احنا نتمناه من كل المستثمرين علشان يزيد فيها التنميه المستدامه لهذه المحافظه. محور الصناعه والتعدين، احنا بنحاول في كل المحافظه على ساعاتها الضخمه، اوريدي هي موجود فيها مجمعات صناعيه، موجوده في محافظه في مدينه الداخله والخارجه في مجمعين صناعيين ضخم، محتاج مستثمرين يعلى فيها صناعات بقى كتيره متنوعه زي صناعات المخلفات بانواعها كتيره اللي داخله في البلاستيكات، اللي داخله في المواد البناء، اللي داخله في المواد العزل، المواد كل الصناعات اللي ممكن تطلع من صناعات المخلفات. اعتقد انها تبقى فرصتها قويه جدا جدا في المحافظه. كذلك الصناعات العضويه وصناعات التعدين، عندنا معادن كثيره في المحافظه، لو فكرنا في مصانع الاسمنت، مصانع الرخام، مصانع الفوسفات السماد، اعتقد ان هي هتبقى نقطه قويه وانطلاقه قويه جدا جدا. واحنا نقول ان ضخامه المحافظه تغطي مفهوم كلمه ان هيبقى في تلوث في الجو او لا، اعتقد الموضوع ده حتى لو درس من بدايته بطريقه صح، اعتقد هيبقى نقطه قوه وجذب جامده جدا جدا للمستثمرين في المحافظه. اتكلمنا على الصناعات المستدامه، المحور التعليم، واحنا محور التعليم هنا هو ان بنحاول يعلى فيها مفهوم كلمه انه القصد فيها ان احنا نخدم على المجتمع بصفه عامه. لكن في توجه دلوقتي ان التعليم ما يبقاش في خدمه المجتمع المحلي فقط، ولكن كمان ممكن يكون توجه انه بيخدم المجتمعات الدوليه ايضا، لان بيئه زي بيئه المحافظه بيئه قويه جدا وجيده جدا جدا ان توجد فيها النوعيه الغير تقليديه في التعليم، يعني مثلا التعليم البيئي زي التعليم الفني اللي محتاج يتفكر بطريقه مختلفه كبيره جدا. اعتقد ان التعليم البيئي ان لو كلمنا فيه بطريقه جيده من المراحل الثانويه الاولى هنصل ان احنا ممكن نفكر بطريقه جيده ان ازاي يعلى عندنا مفهوم كلمه التعليم الجامعي. كمان التعليم الفني محتاج كتير جدا، لو احنا بنتكلم على مشاريع استثماريه المحافظه بتحاول انها توجد لها الفرص القويه، يبقى انت محتاج تعليم فني عالي يقدر يغطي احتياجات تعليم المشاريع الاستثماريه المطلوبه. وبالتالي عايزين نفكر ان التعليم الفني يكون جنبا الى جنب مع التعليم العادي علشان يغطي احتياجات المحافظه في التنميه المستدامه المستقبليه. اتكلمنا على ان المحافظه ذات بيئه طبيعيه نقيه تساعد على تنميه مهارات الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، اعتقد ان ده نقطه قوه كبيره جدا جدا، ان فيها يعني احد المراكز اللي موجود فيها حاليا دلوقتي تقريبا تخطى قيمته 35 مليون جنيه من منشات واجهزه وكده موجود في المحافظه، اعتقد ان المحافظه قادره انها تعمل فيها مراكز مش مركز اكتر من مركز. نتمنى ان يكون في فكر يوجه المحافظه انها تكون يعني المحافظه بتحاول انها يتعمل فيها جامعه بيئيه، حاليا المحافظه فيها جامعه واحده بس اللي هي جامعه الوادي الجديد، لكن اتمنى ان احنا يكون فيها اكتر من جامعه، ونشتغل بقى على مفهوم كلمه الجامعه البيئيه، يعني يبقى في عندنا كليات زراعه صحراويه، كليات طب المناطق الحاره، الطب البيطري الصحراوي، الصيدليه العضويه، العماره البيئيه، التقنيات الروبوتيه، الجيولوجيا والتعدين وعلوم الارض الصحراويه، كل دي هي الكليات ممكن تستحدث في جامعه الجامعه البيئيه اللي نتمنى انها تنشا في المحافظه. السياحه وما ادراك ما السياحه، السياحه التنوع العالي اللي كامل جدا جدا في هذه المحافظه بيخليك تقول والله اين هذه المحافظه من الخريطه. من اول ما تلاقي السياحه او المناطق الطبيعيه زي الصحراء البيضاء والصحراء السوداء وجبال الكريستال والسفاح والمغارات اللي موجود فيها، اعتقد ان هتبقى لو حد فكر فيها كاستثمار عالي جدا جدا هتبقى نقطه قوه كبيره جدا. فاحنا بنقول ان اذا كان فيها دلوقتي 650 غرفه فندقية، نتمنى ان يتضاعف هذا الرقم لان احنا في عندنا زخم كبير جدا، مش بس الساحه الطبيعيه او اللي موجوده في بيئه المكان، ده كمان في عندنا معابد، في معبد هيبي الفرعوني، معبد الغويطه، مقابر البجوات، السواقه، مقابر بلاط، بالاضافه طبعا لكمان اثار اسلاميه، قريه القصر الاسلاميه، درب الغباري، كهف، كل ده كله تنوع عالي جدا جدا موجود في المحافظه، اعتقد ان هو نقطه قويه ونقطه جذب عاليه جدا جدا لو اقيمت فيها مشاريع استثماريه قويه.
أجل من كده كمان في إيه؟ إن إحنا ممكن تستغل البيئة الصحراوية تعمل فيها محاور للسياحة، سواء كان التزحلق على الرمال أو سباقات الهجنة أو سباقات الرالي أو سباقات البالون أو استغلال السياحه فيها. ايضا من الحاجات القويه جدا جدا ان منتشر في محافظه المياه الكبريتيه، فنجد ان احد النقاط القويه جدا جدا اللي بيجي لها سياح من مناطق كثيره في العالم، ونتمنى ان يكون في مشاريع اكثر من كده كمان ان يزيد فيها الاستثمار السياحه العلاجيه في المحافظه، لوجود كميه من الابار الكبريتيه العاليه، الرمال والدفن بالرمال والاستحمام بالطمي والاعشاب الطبيعيه اللي موجوده هناك، وتواجد ثقافه بيئيه جميله جدا جدا اللي هي المنتجات اليدويه اللي موجوده في المحافظه، ليها التراث وزخم شعبي عالي جدا جدا، يجب ان يستغل بطريقه جيده جدا جدا المشاريع الاستثمار السياحي في المحافظه. نتمنى ان يكون المحور الرئيسي في هذه المحافظه هو ان احنا نتعمل حاجه اسمها المسار الاخضر للسياحه بالمحافظه، وناخد السياح الى مناطق لم تكن تطأها قدم في بعض المناطق، نصولا من المطارات الى هذه المناطق. اعتقد ان المحافظه ليها من الادوار اللي ممكن تقوم بها كمحافظه تخش بيها هذه المحافظه في خريطه سياحيه دوليا ومحليا. احنا بنحاول يعلى فيها التنميه المحليه، زي ما قلنا كان احد النقاط الضعف الموجوده في المحافظه ان هي محتاج ان يهتم بيها الخدمات القائمه على الاسر المنتجه والقائمه على الاسر المعيله، وازاي ان احنا ندخلها في مفهوم منظومه المسابقات ومنظومه المعارض الدوليه. دي محتاج كتير جدا جدا ان احنا نزودها ويعلى فيها الادوار الموجوده، على الرغم من قلتها الا بنحاول قدر الامكان انها تبقى ليها الزخم عالي. اخيرا احنا كتنميه مستدامه بنحاول ان احنا نوصل لهدف رئيسي اللي هو ايه؟ ان المحافظه الجديده دي تكون اول محافظه في مصر صديقه للبيئه، وده اللي بيوجهنا جامد جدا جدا ان خدمه المخططات التنميه المستدامه للمحافظه. و أنا كده وصلت لنهاية المحاضرة، وأرجو أن أكون غطيت مفهوم التنمية المستدامة بطريقة جيدة، والمثال الحالة الرئيسية لمحافظة الوادي الجديد. جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر لحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. لو في حد عنده أي أسئلة يتفضل، نفتح المايكات. لو في حد عنده أي أسئلة. الله يكرمك يا دكتور. احنا فاتحين الباب للاسئله، لو حد عنده اي استفسارات او اي اسئله للدكتور. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء النور. دكتوره هيبه، اتفضلي يا دكتوره. اهلا بحضرتك. هو انا كان دكتور برضو يعني بشكر حضرتك طبعا على المحاضره، فعلا كانت حلوه جدا يعني بشكر حضرتك عليها. انا عندي بس استفسار، هل نقدر ان احنا نقول ان في مدن تانية او في محافظات تانية جوه مصر ممكن تكون محافظات صديقه للبيئه؟ يعني اعتقد ان التميز بتاع محافظه الوادي الجديد انها محافظه بعيده، عدد السكان قليل، فمصادر التلوث قليله، امكانيات التحسين سهل تحقيقها، أو إمكانيات التطوير للمدينة سهل تحقيقها. هل ده ممكن يكون موجود في محافظات تانية؟ يعني هل في توجه حكومي إن في محافظات تانية جوه مصر بنقدر نقول عليها إنها صديقة للبيئة، أو بتحاول إنها تتحول إلى إنها تكون مدينة صديقة للبيئة؟ وهل المدن القائمة اللي هي المدن الكبيرة زي ما بنقول القاهرة أو الجيزة أو اسكندرية، هل في إمكانية إنها تتحول إلى مدن أقل ضرر للبيئة؟ يعني أنا من ضمن سفراء المناخ، المبادرة الخاصة بالمناخ،
النقط الخاصة باستراتيجيات التنمية وكلاسيكو 27 والمؤتمر المناخ اللي هيتعمل في مصر إن شاء الله على آخر السنة المهتم بتناول المناخ. أهم النقط اللي إحنا بنتكلم عنها إن إحنا يبقى في توعية بيئية والناس يبقى عندها إدراك للمشاكل البيئية اللي إحنا موجودين فيها ومسبباتها. فهل ممكن إن الاستراتيجيات دي تكون خلال الفترة دي قابل تطبيقها على محافظات أخرى؟ يعني عشان بس يبقى السؤال واضح، السؤال الأولاني هل في محافظات أخرى في مصر بتتبنى نفس استراتيجيات محافظة الوادي الجديد؟ يعني في مثل آخر داخل مصر نقدر نقول إن هي هتبقى محافظة أو بتتحرك إنها تكون محافظة صديقة للبيئة؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، وهل ممكن، وفي نفس السؤال، هل ممكن تكون المدن المقاربة لظروف الوادي الجديد إنها تبقى مدن متطرفة، مدن بعيدة، مدن فيها معدل السكان أقل، التلوث أقل، إمكانيات التحسين سهلة أو التطوير سهل إن إحنا نعملها نتيجة لوجود عدد سكاني قليل؟ ده موجود، ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، هل في حلول خاصة بالمحافظات الضخمة سكانيا زي القاهرة واسكندرية والجيزة الحكومة بتتجه إنها تسعى إلى تحسين الأداء البيئي فيها، ولا من الصعب إن إحنا نتحرك في المحافظات اللي فيها معدل إسكان كبير؟ وشكرا جزيلا لحضرتك. اهلا وسهلا بك. طيب، هو المفهوم كلمه التنميه المستدامه مفهوم بيجتمع فيه عناصر كتيره جدا في صنع القرار، ونقدر نقول ان يعني الجهه الرئيسيه اللي تتبنى هذا التوجه هو اولا وزاره التخطيط ثم وزاره البيئه. كانت الاساس في وزاره البيئه ان كانت هي اللي بتقوم بالدور ده، على اساس انها هي اللي بتعلي قيمه التنميه المستدامه لمفاهيم البيئه ومفاهيم الاستدامه للمشاريع بتاعتها. من فترة أعتقد إن الوزارة ما بقتش هي الوحيدة المعنية بهذا الأساس، أصبح في كل محافظة، في كل وزارة من الوزارات دلوقتي، وكل محافظة من المحافظات أصبح فيه زي فرع للبيئة موجودة جوه الوزارة وجوه المحافظة. فإذا اهتمامات البيئة زادت في الفترة الأخيرة دهية ما بين محافظات وبعضها، وبقى التنافس على إن إزاي يعلي قيمة البيئة. إحنا بنشوف دلوقتي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى كمان في توجهها الجديد لكل المدن الجديدة بيبقى فيه توجهات كتيرة جدا لعناصر كتيرة جدا بتساعد على التنمية المستدامة. يعني بنشوف مدن جديدة، المدن الجديدة إنها إزاي تعلي مفهوم المماشي، حتى في القاهرة، حتى في اسكندرية، حتى في مناطق كتيرة جدا جدا المماشي، الممشى اللي بيقدر يخدم المجتمعات علشان يقلل كتير جدا من استهلاكاتنا من أو تلوثات البيئة لوسائل النقل وكده. بنلاقي من العناصر التنمية المستدامة مثلا توجه كتير جدا دلوقتي السيارات، ابتدى يبقى فيه سيارات بتشتغل على الكهرباء، وبقت اتوجدت محطات للتشارجر للكهرباء لشحن البطاريات. اذا في تنميه سواء كانت على مستوى السيادي اللي هو مستوى المحافظات او الوزارات، وعلى مستوى المحافظات والمحليات ابتدى يبقى فيه توجه لهذا الامر. ابتدى يزيد كمان مشاريع اللي هي صناعات المخلفات والصناعات القائمة على المواد المخلفات وتحويلها إلى مواد عضوية أو صناعات أخرى، ابتدى فيه توجه، وأصبحت كمان الدولة كمان بتتبنى هذه المشاريع وبتعلي فيها قيمة إن يبقى محمية أو ليها امتيازات بريفليج عالية شوية علشان يخلي الناس تتشارك في هذا النوع من الاستثمار. انا فاهم كويس قوي ان احنا يعني ان الدوله بتحاول انها تخش في محطات صعبه كبيره جدا ليها تراكمات سنين فايته، لكن بياخد وقتها. ويمكن اللي بيحصل حتى كمان في زخم التنميه العاليه اللي بيحصل في القاهره، وهي احد النقاط السخنه الصارخه في مواضيع التنميه المستدامه، بيحاول ان هو يغطي تراكمات سابقة عالية جدا جدا في المعالجات، وإن كانت طبعا في بعض يعني الآراء إنها دراماتيكية شوية. هل هذا الكلام يطبق على المدن أو على المحافظات اللي هي النائية؟ المحافظات النائية يعني هي أميز ما فيها إنها يعني غير ملوثة، وبالتالي انها تقبل انها تكون فيها تنميه مستدامه. اعتقد ان في بعض المحافظات بتشتغل على كده، سواء كانت في محافظات سيناء او محافظات مطروح
او في الوادي الجديد بصفتهم المحافظات اللي هي النائيه ومحافظات الاطراف. واعتقد ان حتى كمان المشاريع اللي هي تاخد منحه الدوله بتحاول انها تشجعه بطريقه او باخرى، لكن بيعلى قيمه ان المحافظات الاخرى نسبه السكان فيها اعلى بكثير جدا من محافظه الوادي الجديد. وهنا ميزه محافظه الوادي الجديد انها اي تنميه هتتم فيها هيبقى ظاهره وباينه لكل من هو معني بالامر وكل من هو صاحب قرار. اعتقد ان الموضوع محتاج ان يبقى فيه صبر، ولكن صانع القرار ابتدى ياخد باله من هذا التوجه، لان احنا كلنا رايحين على 2030، فاحنا بنتكلم على ان ازاي ان احنا نلحق الركب بتاع 2030 بغض النظر على ان هو هيؤدي الى فاينز او مخالفات هتتم على الدول اللي هي اطلقت مبادراتها وما كملتهاش او ما اطلقتش مبادرات، فاحنا هنشوف الكلام ده هو هيبقى عامل ازاي الفتره اللي جايه. لكن في تصارع دولي حتى في كمان في المشاريع المستقبليه لمصر بتتكلم على ازاي يعلى قيمه التنميه المستدامه للمجتمع المصري كله بالكامل. ارجو اكون اجبت شويه على السؤال. صحيح يا دكتور، بس يعني إضافة بعد إذن حضرتك، لو أنا عايز أوصل للمعلومات المحدثة عن مدى التطوير اللي الدولة بتعمله في تحسين البيئي للمحافظات، أقدر ألاقي الداتا دي موجودة تبع لهيئة المجتمعات العمرانية ولا هيئة الاستثمار؟ يعني المصدر اللي هيكون فيه من السهل إن أنا أحصل على الداتا اللي هي تكون واضحة كأرقام كمعدلات وسهل ان انا اوصل ليها، مش مجرد ان جاري تنفيذها او ان من الصعب ان انا اوصل لمعلومات ممكن تكون لسه ما اتطبقتش او لسه تكون منتظرين اعلانها بشكل رسمي. هو هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده معناها فقط بالمجتمعات العمرانيه الجديده، واخد بالك؟ انما الداتا اللي انت بتتكلمي عليها مش موجوده حتى كمان غير في وزاره التخطيط ووزاره البيئه. فده الجهتين الرئيسيتين زي ما قلت في الاول ان هم دول المعنيتين بموضوع التطوير للتنميه المستدامه. اي وزاره ثانيه هي بيبقى فيها عندها جزء معني، ولكن الاصل موجود في التخطيط وفي وزاره البيئه. وكل وزاره بقى ليها اختصاصاتها، يعني احنا لما نتكلم مثلا عن التعليم او التنميه في التعليم سواء التنميه المستدامه في التعليم فبتلاقي وزاره التعليم وهكذا. الجامعات نفس القصه وهكذا. لكن اساسا الداتا دي هي مش هتلاقي غير موجوده في التخطيط وفي طبعا مجلس الوزراء هو النقطه الرئيسيه اللي ممكن تقدر تاخد منها اي داتا، لكن وزاره التخطيط ووزاره البيئه اللي ليهم اهتمامات أكتر. تمام، جزيل الشكر يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير. شكرا دكتور، ألف شكر لحضرتك يا دكتور. الله يكرمك دكتور، كانت محاضرة قيمة جدا، استفدنا كلنا منها الحمد لله يا دكتور. ربنا يبارك. الله يكرمك دكتور، شكرا دكتور. ألف شكر ليكم، تشرفت بيكم.